طيب نروح لموضوع تاني من الموضوعات الهامة جداً، وبيأكد أن دايماً الرهان على الشباب بيكون رهان في محله، لأن عندهم حالة من الوعي الحقيقي اللي موجود. إيه اللي حصل؟ طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج نظموا بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الحرم الجامعي الجديد ندوة تثقيفية. الندوة دي كانت بعنوان معجزة الإسراء والمعراج والرد على المشككين. حضر فيها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. النهارده من داخل جامعه سوهاج، وبالتحديد في داخل قاعه المؤتمرات الكبرى في المقر الجديد للجامعه، جامعه سوهاج بتستضيف الاستاذ الدكتور اسامه الازهري المستشار الديني لفخامه رئيس الجمهوريه لعقد ندوه لابنائنا الطلاب للرد فيها على المشككين بثوابت الدين، وبخاصه ما اثير في الاونه الاخيره حول قضيه الاسراء والمعراج. النهارده وجود الدكتور أسامة بينقل وسطية الإسلام، بينقل الفقه الوسطي لأبنائنا من منسوب الجامعة، وبخاصة شباب الطلاب اللي ربما يكون في بعض التيارات الأخرى بتشوش أفكارهم. حرصنا على وجوده النهاردة عشان نصلح الفكر ونرجع به للمسار القويم. هذه الندوة التثقيفية هي ندوة توعوية، وكانت موضوعها عن الإسراء والمعراج والرد على المتشككين. طبعا ظهر في الفترة الأخيرة من يشكك في المعراج ويقول لك هي كانت رحلة إسراء بس ما كانش فيها معراج، ولكن طبعا كلنا عارفين كمصريين أنها هذه معجزتين خالدتين على مدار الدهر ومدار إلى أن تقوم الساعة، وأن صدر سورة الإسراء فيها الإسراء وصدر سورة النجبي فيها المعراج، وأن الشيخ أسامة تحدث عن هذا الموضوع باستفاضة وكثير من المشاكل الطلاب المتواجدة داخل الجامعة. وهذه جامعة سوهاج ليس هي الأولى من نوعها، ولكن سبقتها الكثير، والكثير من الندوات التثقيفية واستضافة علماء مصر سواء من الناحية الدينية والناحية الثقافية والناحية العلمية والطبية والفيزيائية، وإن شاء الله إلى مزيد من الندوات المتلاحقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الهدف الحقيقة ليس فقط الوقوف عند قضية الإسراء والمعراج، بل الانطلاق منها إلى مواجهة كل صور التشكيك التي تشكك الإنسان المصري في تاريخه. من يشكك في بناء المصريين للهرم الأكبر، أو من يشكك في شخصية الزعيم أحمد عرابي أو الإمام الشيخ محمد بن طولي الشعراوي، أو من يشكك في انتصارنا في حرب أكتوبر، أو من يشكك في الإسراء والمعراج، نحن نريد أن نواجه كل صور التشكك والحيرة والريبة التي يمكن أن تجعل الإنسان في حالة من الإحباط والحيرة. من يحرز في يوم من الأيام جائزة نوبل، من يكون مثيلا لأحمد زويل، من يكون مثيلا لمصطفى السيد، من يكون مثيلا لعباقرة وعلماء مصر عبر التاريخ. نحن نريد من هذه الجولة في الجامعات إنقاذ كل من يمكن إنقاذه من أبناء مصر من حالة الحيرة، الشك، التردد، والانطلاق إلى حالة اليقين والثبات والثقة والقوة النفسية التي تمكن الإنسان من الانطلاق إلى صناعة الوطن وإلى صناعة الحضارة.